واحد مسكين صديق ديالي سميتو سمير ناجح توفى مسكين الله يعمرها دار الاخلاق ديالو الله يعمرها دار مع الناس مع كلشي مع والديه حشوم على هاد الناس اللي داروا ليه كنطلب من الترك ياخذ اجراء ديالو. كيفاش قتل هاد الصديق ديالك؟ الصديق ديالي توفى مغدور غدروه. شكون هاد الناس اللي غدروه؟ غدروه بشقوره في الراس كان غادي رايح للدار تا غدروه بشقوره في الراس. باش كانوا سكرانين؟ لا هما كانوا سكرانين هو ما كانش معاهم اصلا كاع هما كانوا سكرانين. السلام عليكم كي دايرين بخير خويا الدري الله يعمر هضر ما عمرش منه شي عيب انا ماشي ولدي انا بعيد عليه وجيت غنشوفو جيت شفتو البارح بالليل ولا البارح بالليل قبل ما يموت المهم الدراري كانوا معاه اللي قتلوه كانوا سكرانين كانوا كامل ناهم الدريات المهم فساد هو كعرف والدري كيعرفو هما كزاره هو كزار وكيعيطوا ليه باش زعما يقضي معاهم غاره شي غاره ولا داكشي هو ما كيبيش يمشي عندهم وديك الليله ما عرفتش شنو وقع لهم المهم ما كانش معاهم هو ما كانش مريح معاهم هو كيعيطوا ليه في التليفون مع صاحبهم ماشي شي واحد اللي ما كيعرفوش المهم صاحبهم كيعيطوا ليه هو ما كيجاوبهمش ما كيبيش يقضي ما بغاش يقضي معاهم ديك الغاره اللي بغا يقضي هو والمهم لا اله الا الله اش غنقول ها؟ غدرو ما فهمش السيد لا غادي طلع هو للدار ما على بالوش هو دوك الدراري عندهم شي مشكل هو عنده شي مشكل مع شي واحد اخر وهذاك دخل مع ذاك الظلام ما عرفوش واش هو مع ديك دخل ديك الغفله وين نزل عليه بالشاكور يعني كاين شي حاجه شنو هو؟ كيقولوا بان كانوا مشاكل شراب لا ما كانش معاهم بتاتا كان معايا كيريحش معاهم اصلا كاع هما ما كانش معاهم بتاتا كان معايا من 6 ديال العشيه طلع 10 ديال الليل. السلام عليكم. هذا الصديق الله يرحمه ويوالي برحمه الله واللي كيعرفه كنت نطلبه الله يغفر ليه ويرحمه السيد الله يعمرها الله مشى الله يعمرها الله كلشي كيقولها فيه زوين مات صافي مغدور. انت كان معاك يعني؟ كان معايا من 6 ديال العشيه حتى ل 10 ديال الليل كنا انا وياه ومشينا خلينا واحد الدري صاحبنا هو ووليداتو في الدار وجينا حتى لهنايا وحطيتو حدا الدار قال لي غنمشي نعس راه خدام الدار الدري اللي معاه في الخدمه قال لي هنا ما جيتيش راه غنتخاصمو انا وياك صافي ما بقاش تهضر معايا معول يمشي للخدمه حتى كيعيطوا لي كيقول لي راه كاين في السبيطار الله يرحمه ويوالي برحمه الله. اعز صديق ديالك؟ ماشي غير اعز صديق اكثر من خونا اكثر من خونا كان بزاف فاللي سولتي في الحومه كامله بزاف هذاك الدري الله يعمرها دار اللي سالت المصالح الامنيه هو كنتمناو يتاخذوا الاجراءات ديالهم واش نقولوا اللي وقع وقع الله يرحمه ويوالي برحمه الله.